والصيام والحج، دي كلها لابد أن تصرف لله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله عز وجل من الأولياء والصالحين فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. النسك الذبح يعني يكون لله. ربنا قال إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك، صلي لمنه لربك وانحر. النحر لله والذبح يكون لله، لأنه أي زول يصرف هذه العبادات لغير الله عز وجل يكون قد أشرك بالله عز وجل، ولا يكون قد حقق الغرض الذي من أجله خلق، وهي عبادة الله عز وجل بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن تجد كثير من القصائد منتشرة في الساحة، في الساحة السودانية، فيها كلام مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ومناقض للتوحيد ومناقض لهذه الآية. من تلك الأبيات المنتشرة يقول لك قماك نزاور للأولياء الأغطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده بيعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب مع الله، وده شرك، لأن علم الغيب صفة خاصة بالله عز وجل، كما ذكر العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ده بيقول الأولياء بيعلموا الغيب، وربنا تبارك وتعالى في القرآن قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الآية دي معناها إنه الذي يعلم الغيب الله وحده جل جلاله، ودي آية محكمة يعني معناها واحد، تديك معنى واحد بس، إنه علم الغيب في السماوات وفي الأرض اللي بيعلم الغيب منه الله براه. ده واحد من أشياخ الطرق الصوفية بيعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب. ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى كذلك يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. الآية معناها إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فإذا كان رسول الله لا يعلم الغيب فكذلك من دون النبي عليه الصلاة والسلام من الصالحين ومن الصحابة والأولياء لا يعلمون الغيب. فمن ادعى أن الأولياء يعلمون الغيب فقد أشرك مع الله وقد كذب على الله جل جلاله. لكن الآن من الذي يقنع الناس إن هؤلاء الناس يكذبون على الله ويعتقدون عقائد باطلة وكفرية؟ الكلام ده مناقض لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا إلا ليعبدون بمعنى إلا ليوحدون. كذلك من العقائد التي نشرها أصحاب الطرق الشركية عباد القبور، يعتقدون كذلك أن الأولياء يمكن أن يسألوا تسأل تنده مع الله. يقول لك قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله البزيل البي، ويقول لك في التلت ناديهم قوم وصيح لهم وارمي الحمال عليهم وابقى منا ومفيهم. يعني تبقى صوفي، لو بقيت صوفي واعتقدت عقائد الصوفية بتم جهنم طوالي. عقائد الناس ذل عقائدهم لو اعتقد الانسان ومات عليها جهنم ما دار اي نقاش كثير. زال بيقول لك وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيسه. ده واحد اسمه الركيني ركنه الله في جهنم، قول امين. ده بيعتقد العقيده دي. صاحب الزريبه يقول لك البرع اتحد وبنى ساسه بالاحد. انت الكلام ده عارفه؟ ما عارفه.
ده بيقول لك الشيخ ممكن يكون هو الله ذاته. والله قال يحمدني وأحمده ويشكرني وأشكره، هكذا يقول لك. عقائد منتشرة في الساحة، فبيعتقدوا كذلك أن الولي ممكن شنو تناديه مع الله سبحانه وتعالى، دي من العقائد الشركية. الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بيقول للجماعة ديل اللي بيقول لك نادوا الأولية مع الله، ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ده كلام منه؟ ده كلام الله. إن تدعوهم الأولية الميتين ديل في السوق الشعبي هنا بتاع البرهانية بتاع السمانية، لو كوركت قلت يا البرهانية الحقنا، الله قال لك إن تدعوهم يا البرهانية الحقنا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. ده ما كلام الله، ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ربنا سماه الشرك بالله عز وجل لأنه ما بينفع، والله ما بينفع. ربنا قال يدعو لمن ضره شنو أقرب من نفعه. انت كيف ضعيف ما عنده حاجة. ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، إذا كان يا أخوانا زول مات بحصوة، زول مات بحصوة، الزول ده الأمة السودانية دي إلا من رحم الله بيعتقد إنه الزول ده بيشفي، يقول لك ذاهب إلى شيخي أسأله الصحة والعافية، بيقولوا كده مسجل، سمعت صوت صورة وصوت. ده في زريبة هنا مات في مستشفى ساهرون، اسمه عبد الرحيم البرعي، جاته حصوة انتهت منه، بقي عندها الأولية قال هو يا أبو التاية ويا حامد بعصايا زيلوا الحصايا في كلوته وأمراض كلايا. ربنا انتهى منه، حصوة واحدة انتهت منه. ده يجي يقول لك يندهو مع الله سبحانه وتعالى. ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أفتح أذانك للمثل ده، ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. البرعي والمكاشفي والصائم ديما وكلهم لو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا، فكيف إذا جاءوا فرادى بيقدر؟ ما بيقدر. تكلم انت تشوفه كذب، لكن قاعد في بلدي انا بتناقش مع واحد قال لي البرعي ده الله ذات، ها رايك شنو؟ واحد قلت له بتنادي الله ولا تنادي البرعي؟ قال لي بنادي الله والبرعي سوا. قلت له الله براه ما بيكفيك؟ خلي بالك للسؤال ده، الله براه ما بيكفيك؟ قال لي ما عمل، قام قال لي ما قلنا الله والشيخ، يعني الاثنين شنو واحد؟ عرفت كيف؟ لانه الكلام ده قاعد يقوله في كتبه، قاعد يقوله هو شنو في كتبه، موجود الكلام ده قاعد. فالذي يعتقد مثل هذه العقائد فهو مشرك بالله عز وجل وليس له حظ شنو من الاسلام في شيء. يجي جماعة طبعا عندهم هوس، يقول لك الزول ده قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقف في الصف الأول وصلى بينه، يقول لك قال شيل الشهادة، وبيعتقد إنه البرعي ده بيشفيه من دون الله عز وجل، إذا عيا كافر. مش ده شيل الشهادة، قال الشهادة دي ما مطلوبة ساكت، لابد تفهم معناه وتلتزم لوازمه. عرفت كيف؟ تفهم معناه وتلتزم شنو لوازمه، عندها لوازم تلتزمها. لذلك لما ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى قال المشركين الأوائل لما سمعوا قوله تعالى قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا شنو؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء شنو عجاب. قال ده كلام عجيب، كلام شنو؟ لأنه عندهم بنادوا اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى بنادوها مع الله، ده الشيوخ بتاعين زمان، زمان لسه عندنا البرعي ده عندهم اللات. عرفت كيف؟ ربنا قال في القرآن لجماعة ديل قال لهم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ربنا قال لهم تنادوا بعل، بعل ده في التفسير قال قيل رجل وقيل امرأة، المين بنادوا من دون الله عز وجل؟ فالزول اللي بيعتقد الكلام ده مشركين الأوائل ديلك فيهم الكلام، ديلك عرب بيفهموا اللغة عديل كده، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
عرفوا انه الزول اللي بيقول لا اله الا الله معناه ما ينادي الا الله ولا يعتقد في انسان الا الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ عرفوا الكلام ده. عشان كده الشيخ الالباني رحمه الله قال ديلك لما سمعوا الكلمه قالوا ردوها لفظا ومعنا، ابو يلتزموا لوازمه وابا ينطقوها. قال اما مشركي اليوم، مشركي الليله، مشركي متى زمن ده، وما اكثرهم كتار في البلد دي، يازن تقمرات بيازن في الجامع ولابس حجبات، والجامع تلقاه فوق وسن جوا فوق غبر. اي جامع زي جامعه برهانيه ده الصلاه فيه باطله، اي جامع فوق فيه زول مدفون جوا الصلاه ما بتجوز فيه. تلقى جامع فيه وسن، مره تلقى الوسن قصاد المصلى، والله في مساجد الزول مدفون قصاد المصلى طوالي، مدفون قاعد هناك عباده من دون الله. بل البروفيسور الفاتح غريب الله قال المسجد اللي فيه زول مدفون الصلاه فيها بركه اكثر من المسجد شنو؟ الماء فيه زول مدفون. شوف الضلال ده حد وين؟ ده بروفيسور كان مدير جامعه ام درمان الاسلاميه. احنا ما بروفيسور دكتور دي ما بتنفع معنا، عندنا دليل بس، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. عرفت كيف؟ دليل بس، بقيت دكتور عندك دقن ما عندك دقن، قريت في الجامعة الإسلامية ما قريت في الجامعة الإسلامية، بقيت تلميذ العثيمين، بقيت تلميذ بن باز، جيب دليل بس. ما عندنا معك ليه؟ شغال مع إحياء التراث؟ جيب دليل. شغال مع الجمعيات والجماعات؟ دليل. إحياء التراث دي حذر من العلماء كلهم. الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله تعالى وغيره من أهل العلم حذروا منها. نرجع ونقول أن مشركي اليوم دل قالوا الشهادة لفظا وكفروا بها معنا، لأنه بيجي بيجي فينا بيقول لك لا إله إلا الله، بيجي في صفنا كويس وتلقاه ملان حجبات وبيعتقد إنه الشيخ يعلم الغيب، والمرة كان ما ولدت بيوديها لشنو؟ بيوديها للشيخ. المرة ما ولدت بودوها هناك اللي زي رقاب، والله جت بودوها اللي زي رقاب هناك، يقول لك ده متخصص اخصائي شنو؟ النساء والتوليد، ده بيهاب الذريه مع منو؟ مع الله سبحانه وتعالى. وديل بياكلوا العقارب، عندهم سر العقرب، ما شفت انت بياكل العقارب؟ طبعا ده سحر تباليد مش كده؟ غشوك يا جماعه، نصبوك الشيخ غشوك، ده سحر يا زول، لو قرات له قران بينتهي بيموت، العقرب دي بيسممه. فدل قالوا الشهادة لفظا وكفروا بها شنو؟ كفروا بها معنا. لذلك الشهادة دي لابد تلتزم شنو؟ تلتزم لوازمها. عرفت كيف؟ تعرف المعنى، ولابد تبين للناس التوحيد. العقيدة دي تبين تبيين صحيح على منهاج النبوة، على طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عرفت كيف؟ ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. دي الجزئية الأولى في الدعوة، الصلاة والصيام. جماعة شغال لك التسويق، التسويق الشبكي، التسويق الشبكي، وعندنا فقه، عندنا ما أعرف دورة في الفقه المالكي والصفتي والعزية للجماعة الأزهرية وأقرب المسالك ولا أبعد المسالك، وشغال يقول لك دايرين نخش على الناس بالفقه المالكي. بالله زمن الرسول كان في فقه مالكي؟ كان في كتاب وسنة. الله رسل لنا الإمام مالك، الله ما قال لكم مالكية ولا حنابلة، كتاب وسنة على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ده الدين. لأن الإمام مالك قال كل ابن آدم يؤخذ من قولي وشنو؟ ويرد، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لأن في ناس قاعدين هنا دي دكتور يقول لك قرا في السعودية، ده ما شايف عمته كبيرة كيف؟ دكتور بيقرا في كلية الجبرة ما يتكلم فيه. أنا قلت قاعد أقرا في كلية الجبرة، أنت ما عارف؟ يا ابو ليلى واحد ماسك مجمع الحسن اسمه العدسي، سالناه سؤال ما تقول في عبد الحي يوسف، عندك شك انه تكفيري؟ قال اهو معنا في هذه الكليه؟ قاعد معنا هنا؟ لا ما قاعد معنا هنا. ايوه ده موضوع ثاني ده. سؤال ما تقول في محمد حسين يعقوب؟ طبعا ده اخو مسلم كبير. ما تقول في محمد حسان؟ كلهم ذكاهم. عرفت كيف؟ مشكلة كبيرة يا اخوانا، مشكلة كبيرة، لأنه ديل
دخل عليهم التصوف من باب آخر، لأنه ما يقبل في الدكتور بتاعه. العلماء الكبار حينما يخطو في خطأ ويأتي طالب صغير يرده للحق، العالم الكبير طوالي شنو بيستجيب للحق. وعندنا أمثلة كثيرة خالص في هذا الأمر، أمثلة كثيرة. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال كلمة عن طريق الخطأ، وما أدراك الشيخ العثيمين، علامة كبير المحقق الشيخ محمد بن صالح العثيمين، لما أخطأ خطأ في مسألة في الأسماء والصفات رد عليه العلامة حمود التويجري، وأثنى عليه كذلك العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز في هذه المسألة، أثنى عليه فيها. عرفت كيف؟ لما ذكر للشيخ العثيمين إنه حمود التويجري رد عليك في المسألة، قال ازددت حبا لمنه؟ لحمود التويجري. ده العلم كده، ده شنو؟ ده العلم كده. لكن أنت ما عارف الحاصل يا أستاذ، أنت ما عارف حاجة، أنا مذكر أنت ما عارف إيش. فلا بد تعرف إنه المنهج الآن العلماء الكبار يحذرون من جميع الجماعات، كل الجماعات بيحذروا منها. العلامة الشيخ ربيع، الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، العلامة محمد بن هادي المدخلي، العلامة عبيد الله الجابري، ده ما علامات؟ الزول السيد الجامعي ده قرأ وين؟ ما قرأ مع الشيخ ربيع؟ يحذر من كل الجماعات الشيخ ربيع، لأن ما من جماعة قامت إلا وشنو؟ سقطت. دخلوا الأخوان المسلمين داخل جماعة أنصار السنة، دخلوا فيها جوا، فحرفوا مجرى الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة. الشباب بتعينهم كلهم الآن تابعين لداعش وكلهم خوارج، ناقشتهم بنفسي وأعرفهم واحدا واحدا. إذا كان رئيس الجماعة بتاعهم يصلي على أسامة بن لادن ويثني عليه، يقول ينبغي لحكام المسلمين أن يحذو حذو أسامة بن لادن، ذلك التكفير الخارجي الضال المضل عليه من الله ما يستحق، لأنه ده دمر العالم كله. يقول لك ضرب البرجين بتاعين أمريكا ودمر دولتين، ولا ضرب صاروخ واحد في إسرائيل ولا صاروخ واحد، عشان تعرف إنه هؤلاء الناس عندهم ضلال عجيب، ضلال عجيب. فعلى كل إنسان كما قال الشيخ ربيع له علم، قال أن يلزم المساجد وأن يدرس الناس العلم. ومن هذا المقام كل الناس القاعدين دين إياك تتبع أنصار سنة ولا جمعية ولا غيره، لأن القيادات تحت الجماعات دي كلها قيادات عندها هوس بتاع شنو؟ بتاع خوارج. والله التشريع العام كفر أكبر، قاعدين جوا في كل جبرة. إذا كوليك عبد الحي يوسف قاعدين جوا في كل الجبرة، في المحل هناك في الركن داك دكتور كبير تابع المركز العام قال يجوز أن تنصح الحاكم في المنبر في المسجد ده. عملنا فيه دورة قبل 4 سنين المسجد، أنا كنت قاعد هنا إذا عملت نصيحة هنا، أنت ما عارف الحاصل ولا شنو؟ ها؟ اسمه خالد عبد اللطيف في المحل هناك. أنا مش قول لهم يا جماعة جو هنا، قالوا كلامك ده باطل، ها رأيك شنو في الموضوع ده؟ دار تناقش هنا قاعدين، دار مناظرة قاعدين، إياك تتبع إلى جماعة من هذه الجماعات، خليك كتاب وسنة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وشنو؟ وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنصح هناك الكلام اللي قلته ده أنا غلط؟ كلام ذكرناه ده فيه غلط؟ ما غلط، أنصح هناك. أنصح هنا ما بجوز؟ أنصح هناك هنا ما بجوز؟ أدينا دليل. أدينا دليل. أنصح هناك، أنت أنصح هناك. النصيحة هنا ما بجوز؟ جيب الدليل. دور عندك دقن يا أخي، دور عندك لحية. جيب الدليل. لا اتكلم في الناس، امشي انصح هناك. ما اتكلم في الناس، انصح هناك لو قدرت انصح. نحن نستفيد. طيب ف قبروا المقربون طبعا يا جماعه ده لانهم شيوخ كبار كشفناهم. عرفت كيف؟ بدري شغالين بياكلوا من الخوارج والتكفيرين. ما تخاف حاجه. ف كتاب الكلام اي ضرب مسلم يا جماعه، كتاب السنه. اذهب. وصيه القحطاني لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.